موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين، الله يسعدكم. لا تنسوا كود لايك تشوف في اس ال. واللي يبغى يشتري اغراض من روكت ليج عندكم موقع روكت ليج اكستشينج، الرابط في الوصف. كود الخصم في اس ال راح يخصم لكم 3%. وكذا موقع روكت ليج اكستشينج عندهم الكريدت ارخص من اللعبه، وفوق كذا في كود خصم 3%. يعني افهموها، اللي يبغى يشتري كريدت اشتر منهم، وتعال اشتر من اللعبه الشيء اللي تبغاه بكود في اس ال اذا تبغى تدعمني. يعطيكم العافيه. واليوم في خبر حلو، يعني شوي الانستغرام راح ينزل بوست وقت ما ينزل هذا المقطع. كل اللي عليك شيئين، اوكي، او ثلاثه معليش. الشيء الاول قم سوي فولو لي في الانستغرام، الشيء الثاني انك تسوي لايك للصوره، الشيء الثالث سوي منشن واحد من اخوياك، اوكي، تسوي منشن لاي احد بس بدون تكرار. اللي يكرر راح احذف كومنته وما راح يشارك في المسابقه، اللي هي راح اسحب على ثنتين نيسان جي تي ار. كل اللي عليك فولو لايك منشن لواحد من اخوياك او منشن لاي احد، واهم شيء انك ما تسوي تكرار، يعني تكتب مره واحده بس وخلاص كذا تكون شاركت. اليوم راح نلعب بالسيارات الخاصه بالفاست اند فيوريس، يعني لو نروح على ايتم شوب وتروح على فاست اند فيوريس تلقى هنا سيارات فاست اند فيوريس. عندنا هذه بونتياك فيرو، ما ادري وش هو فيرو، ودوت شارجر نيسان. انا عندي نيسان، عندي دوت شارجر بس هذه اول مره اشوفها. هذه وش ذكرني فيه؟ ذكرني بسياره باك تو ذا فيوتشر، نزلت عنها مقطع خاص اوريكم السياره اللي اقصدها. نفس فكره السياره من ورا، والله تشبه لها مره. اللهم ان هذه قبل شوي اكبر حجما من ناحيه الاشياء مركبه من ورا، في نفس الخلفيه حقت السياره تقريبا. شوفوا كيف والله في اشياء كثير فوق. فاليوم راح نلعب بالدوج في البدايه، شوف حاط ذا اللون البرتقالي نفس الفيلم بالضبط. فبسم الله خلونا ندخل على الجيم. طبعا انا تشامبيون 2 ديفيجن 2 وبسم الله ليتس جو. لا تنسوا تتابعوني على السناب بعد، يعني يوميات ما يوميات، يعني خلونا نتوثق في اقرب وقت كذا. حركات، شوف كيف لوني برتقالي، خوي لون ازرق كذا بيلحس مخي، لكن اهم شيء نجيب لون زي لون الفيلم نفسه. يوه والله قادت. اوكي بلكته، نايس شوت، والله قادت لك يا خوي. اوه كلوز، بلك والله. خوينا هو اللي ناط ما جابها، فيك لي صراحه. روح يا خوي. لا لا ما له داعي الطيران هذا. اوكي نايس والله نايس، توقعت يصدها صراحه بس جت في التسعين في اللمسه. يوه كان بيجي دبل تاتش بس الحمد لله اني ما سويت دبل تاتش ولا شيء لاني بجيب بعيد، عارف نفسي. الحمد لله اني جبتها. يا ساتر. اوكي روح يا خوي، روح يا خوي، فيك له. لا يا اخي حرام عليك، فيك له يا اخي. والله تمنيت انه يفيك له لانه بتطلع الكره جامده كذا اول هجمه. يا ساتر يا ساتر، برا اوف في شوته. يا عيني يا خوي روح ثانيه. ما يمدي. يا عيني خوي جريت باس، والله جريت باس، نايس نايس يا خوي. خوي ضبطني صراحه بالاسس ده، تمنيت انه راح يصدم هذا عشان اضمن الهدف لانه بغى يصدها هنا. شوتي كانت سيئه جدا. اوه يسلم. لا 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 ليه يا خوي ليه؟ لعله جاب العيد. جي جي والبلو. الجيم الاول دن. ايش رايكم نلعب بالسياره اللي قبل شوي حق باك تو ذا فيوتشر على انها سياره فاست اند فيوريس؟ منقهر يعني، كانت سيارتي نادره من نيسان جي تي ار، كانت الدوت شارجر نادره، فجاه نزلوها عشان الجزء التاسع اتوقع والعاشر من فاست اند فيوريس، زبده نزل يعني في السينما وزي كذا، رجعوا نزلوا السيارات، والله حرام عليهم يا اخي. تكفى شوت. اوكي. يا الله انت مسوي لي اسيست يا اخي. يو 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 حرام، نايس شوت، حرام انه ما كملت زي كذا، والله يا اللخم، والله يا اللخم. يلا روح يا خوي. ما تستعجل زي كذا يا اخي، ثبت يا اخي، والله حرام. لا لا انا اللي اخذت البوست ولا شيء. والله قهر اقسم بالله. ايوه ايوه سلم. كلوز.
والله حرام، كانت في فلسفة في بالي بس لم تزبط. جاب لي عيد خوية. يا ليل هذاك الكورة قوية، مشها تكفى. ايوه روح. نايس شوت، والله نايس. جابوا ام الايد هنا ورقى فيها. نايس نايس نايس. والله رجعت انا عشان البوس في نفس الوقت، باقي حوالي 30 ثانيه او 40 ثانيه خلاص بنتي شو الجيم. يعني حرام انه يجي مرتد خايسه كذا ما في حد مدافع. اوكي جي جي والبلود. نايس 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 والله نايس. طيب الحين نرجع للنيسان. بسم الله على بركه الله. مع ان النيسان ما اذكر انها كانت كذا بس اوكي تكفى. لا اها دايم بدأت كل جيم حتى لو اخويك جاب العيد قل نو بروبلم. بس مو بهدف يا اخوي تكفى، مو بهدف. شوت شوت يا اخي. ها يقطع ام الفيك. والله يا كليم يقطع ام الفيك جيكا. وي برا 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 تكفى روح. اوكي شاذي شاذي والله قهر. اخ والله انه حرام لو ناولي على طول خلاص. اوكي قريت باس لو ناولي على طول خلاص يسار وبشوت ما ادري ايش سوى راح الجدار. الله العظيم لعب غريب. نايس اوكي هذا وظيفه التصديم. الله ياخذ بليسه. يا حرام 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 والله حرام. نايس تكفى. لا الحمد لله قاعد يجيب عيد خوينا مرة. اوف الحمد لله. ايوه يوه يا ساتر. تكفى 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 جد. ليش ترجع؟ نويس 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 نويس. ليش رجع هنا؟ والله انجلط ترى. الله انجلط يا ساتر. جي جي والبيت. نايس جيم والله نايس جيم. لاست جيم بهذه السيارة خلاص. او اذا ما فزنا حولنا على السيارة الاخيرة اللي تشبه سيارة فاست اند فيوريس اللي هي سيارة باك تو ذا فيوتشر. العودة الى المستقبل. اسم غريب بس يعني لان تشبهها بنلعب فيها بدون ما نشتريها لان ما فيها اختلافات كثير. حتى شفت واحد يلعب فيها في الجيم معي فقعت انها سيارة باك تو ذا فيوتشر صارت لا. ايوه تكفى روح تكفى روح. نايس حلو حلو كلوز وان. خلينا نقول ما في فولت لان منزل الكوره ما ادري ليش منزلها هنا. جريت باس. والله انجر هنا يحس اني مشيت على طول. اوهو الحمد لله اني شته وهو طايح. والله اني جنبه ما ادري شلون. يا اخي لعبه غريبه لعبه غريبه. اوكي ان شاء الله هدف ان شاء الله هدف. تكفى اهجم معي. والله حرام. او ماي جاد يعني اديت والله اديت ذا الجيم صراحه اديت مره. تيبات نشبه كل شيء. نلعب سياره باك تو ذا فيوتشر اللي نقول انها قريبه من شكل يعني صح ان ما ادري وش حاطين ورا. لو تلاحظون تحت الاطراف ما ادري وش حاطين صراحه بس نقدر نقول انها قريبه يعني من اللمبات وكذا. والله قريبه صراحه. بنلعب فيها جيمين بعد وبعدها نوقف. هذه ميزتها اذا طرت الكفرات تدخل جوا. يا القهر كانت تضبط الحركه. هدف. نايس يا لبيشيخ. خيرا جبت هدف من شوتك يا دائما ضيع في الاوبن جول. وين جاب ام العيد. جي جي. نايس شوت. شوف كيف الكفرات لاحظتوا كذا تدخل على جوا ما ادري شلون. اتوقع هي السياره الوحيده اللي تدخل كفرات على جوا. يو يا القهر ابلع. نايس شوت. يطلعون اذا طلعوا على طول جيم ثاني. يا الله قهر ما بوصل. والله كان جبتها
تكفى نو شوت. الله نايس. تكفى تكفى نو شوت. عاد الحين فورفيت صدقوني. وات سيف جريت بس نو بروبلم. قام يضغط كل شيء من القهر. اوكي ما يصدق. لا نايس شوته. الحمد لله اني حديته بس. يلا خلص. الله ناس بيت. الله ناس جيم. عشان ما حد يسأل مرة ثانية اللون كيف حطيت اللون برتقالي مثلا وانت في التيم الازرق زي كذا. زي وضعي حاليا اكس مود. اكس مود مسموح في الابيك جيمز. مسموح في ستيم. البلايستيشن ما عنده باكس مود. عشان ما حد يقول شيء. اوكي هذا سيزون 14 جراند شامبيون. بسم الله يا رب انه ما يكون لعيب مرة. اوكي لاق. اوكي صدم خوية على طول. وابلع هدف. قهر. والله لخمته بس ثاني ما لخم للاسف. اوكي خوينا انجر على طول وهدف. جي جي. جريت بوس نويز. والله الشوته جامده. ما ادري هو طقني وقتها ولا وش ولا بلكها معي ولا ايش. الشوته كانت حطه محطوطه كذا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. تك تك نايس شوت. والله ضبطهم باسات. والله اني اضبطهم باسات. اوكي كاني افلك. صارت بلك والله ما في اي فلك. جريت بوس. والله نايس هدف. والله يا ساتر الهدف. وهوب الا في اخر لحظه. نايس هدف. نايس شوت. ابغاهم يتفيكون. جريت بوس. والله جلد اقسم بالله جلد مو طبيعي في السياره. ما ادري ايش السالفه. هل عجبتني ما عجبتني ما ادري. اوكي فورفيت. طيب يعطيكم العافيه على المشاهده. ان شاء الله استمتعتوا. زي ما ذكرتكم بدايه المقطع تابعنا الانستغرام اخر بوست لايك منشن لواحد من اخوياك او منشن لاي احد. تابت كومنت واحد فقط وكذا تكون شاركت باذن الله على تو نيسان. سيارتين نيسان راح تكون جيف واي. متى الساحب؟ يا بكره من نزول هذا المقطع يا بعده. يعطيكم العافيه. ان شاء الله استمتعتوا. اشوفكم على خير. سلام.